الآن سننتقل إلى الفقرة الطبية لهذا الصباح ونتحدث فيها عن اكتئاب ما بعد الولادة، وينتاب المرأة خليط من المشاعر بعد ولادتها لطفلها، فتكون سعيدة متحمسة لرعايته واحتضانه، لكنها في الوقت نفسه تشعر بالخوف والقلق، وفيما من المفترض أن في الوقت نفسه أن تشعر أو أن يتلاشى قلقها بسرعة، ولا يدوم أكثر من أسبوعين بعد الولادة تزداد مشاعرها السلبية في بعض الأحيان لتصبح طويلة الأمد وأكثر حدة، ما يجعلها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع نرحب معنا بالدكتورة الصيدلانية رجاء الكحلوت. صباح الخير دكتورة رجاء. صباح النور، حياك الله، أهلا وسهلا. كيف الحال بداية؟ تمام الحمد لله، وصباحكم أجمل إن شاء الله. صباحك سعيد وجميل دكتورة، يعطيك ألف عافية. بداية دكتورة حابين نعرف من حضرتك، ما هو اكتئاب الولادة أو اكتئاب النفاس مثل ما يسميها البعض؟ اكتئاب الولادة أو النفاس هي حالة طبيعية بتعاني منها المرأة بعد الولادة، بتبدأ من يوم أو بعد يوم أو يومين من الولادة. هي حالة طبيعية، هي مش اضطراب، مش مشكلة، ولا هي خلل ولا ضعف في شخصية الأم، لكن بينتابها شعور بالقلق، بالحزن، ممكن الخوف من المرحلة الجديدة اللي هي وصلت لها. نعم، طيب الأسباب اللي بيخلي المرأة بعد الولادة تدخل في هذا الاكتئاب؟ من ناحية طبية الأسباب، سببها أنه هرمون البروجستيرون أو والأستروجين بينزل عند المرأة بشكل كبير جداً وسريع بعد الولادة، بعد ما يكون بفترة الحمل كتير عالي. هلأ هذا السبب بيخلي المرأة في حالة اضطرابات مزاجية شديدة، بتتراوح طبعاً من أم لأم حسب الظرف اللي هي فيه. في مشاكل تانية بتصاحب هاي المرحلة، ممكن إنه هي الأم عندها ظروف عائلية أو صحية، أو ممكن أنجبت توأم خوف من المرحلة، ممكن مشاكل زوجية مع زوجها مع عائلتها، مادية، فقدان عمل، كل هاي الأسباب ممكن تخلي الأم تدخل في مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة. نعم، طيب دكتورة حابة نعرف منك ما هي أعراض هذا الاكتئاب، وهل ممكن في مرحلة من مراحله أن الأم قد تحاول إيذاء نفسها مثلا أو حتى إيذاء طفلها على سبيل المثال؟ لا، في عوارض عامة، يعني زي فقدان الشهية، في عنا الخوف، القلق، اضطرابات النوم، ممكن التوتر، حساسية زائدة، بتبطل الأم تهتم بطفلها، بتهتمش بحالها، بتلاقي الأم طول الوقت بتخت، ما بدها تغير، ما بدها تلبس غير البيجامة، بدهاش تشارك العيلة، حتى إنه تعالي اطلعي معنا ما بتقبل، خلاص هي زي انطوائية، دخلت في مرحلة جديدة. بالنسبة للإيذاء ممكن هذا بحالات السيفير، يعني تكون الحالة عندنا جدا مستعصية وصعبة، ممكن تؤدي لإيذاء نفسها أو إيذاء طفلها. نعم، يوجد إيذاء. نعم، طيب كم المدة الطبيعية لهذا الاكتئاب، وأين تكمن يعني عوامل الخطورة؟ هذا الاكتئاب عندنا نوعين، في نوع 80% من الأمهات بتمر بهاي المرحلة بسموه البيبي بلوز، هذا الاكتئاب مدته أسبوعين وبيخلص لحاله، بينتهي لحاله مع الدعم النفسي والمعنوي للأم والمساعدة. أما الاكتئاب اللي من النوع الثاني اللي هو الحالة اللي بدنا نقول عنها شديدة أو صعبة، اللي ممكن تلجأ فيها الأم للطبيب، اللي بيعاني منها من 8-10 من الأمهات، وبتكون فيه الأعراض شديدة، لازم يكون فيها تدخل دوائي أو طبيب. نعم، طيب يعني دكتورة في بعض الأحيان يعني تحاول أنها تبتعد عن رضاع طفلها خوفا من أنه تنقل لها هذه الأعراض مثلا بسبب الحليب الأم وكذا، ما رأيك أنت في هذا الأمر؟ هل يعد هذا الموضوع تصرف سليم؟ تمام، هلأ الرضاعة بحد ذاتها بترفع هرمون البرولاكتين عند الأم، هذا الهرمون بيساعد على رفع هرمونات الاستروجين والبروجستيرون اللي هم السبب الرئيسي أصلاً لموضوع اكتئاب الولادة لهاي المشكلة، فالرضاعة الطبيعية بتخفف من حدة هذا الاضطراب وبتساعد الأم إنها تطلع من الحالة المزاجية اللي هي فيها. بس في مشكلة إنه الأم بتكون مخططة إنها ترضع رضاعة طبيعية، إذا ما لقت الدعم النفسي أو إنه حدا يساعدها بهذه المرحلة ممكن إنها هي تبطل أو يعني تبعد عن ابنها وعن رضاعته الطبيعية، لأنه ممكن هي تفشل بهاي المرحلة، يعني مش الكل، يعني الأم اللي بتنجب الطفل لأول مرة هي بالنسبة لها أول خبرة وأول مرة بموضوع الرضاعة الطبيعية. نعم. فبتفشل بهاي المرحلة ممكن تزيد نسبة الاكتئاب. هلأ تنقل للطفل، نعم ممكن تنقل للطفل، لأنه هي يعني بدنا نقول
حلقة الوصل بين الطفل والمجتمع. أي شيء بيصير على الأم نفسي بينتقل للطفل تلقائيا. نعم، خاصة خلال فترة الرضاعة الطبيعية نسمع عن كثير من الممارسات الغريبة خاصة في بعض المجتمعات. يعني سأحدد ممكن بعض هذه العادات في المجتمع الصيني، وتعود هذه العادة إلى آلاف السنين، والآن في بعض المشاهير أيضا قاموا بها، وهي تناول البلاسينتا أو المشيمة بعد الولادة لتعويض معدلات الحديد المنقوصة في الأجسام. هل فعليا تساعد هذه العادة في تعويض نسب الحديد في الجسم وتعويض أو تعويض ما ينقص الجسم من فيتامينات، وتساعد في ممكن تخطي مرحلة اكتئاب ما بعد الولادة؟ هلأ هي من الممارسات الخاطئة اللي شاعت بفترة السبعينات في القديم، ما زال بعض الشعوب بتعملها زي الصينيين. المشيمة عبارة عن عضو معقد هو اللي بينقل الغذاء والأكسجين للطفل للجنين في بطن الأم وبيخلصه من الفضلات. فكرة إنه أنا بعد الولادة بياخدوا هلا طريقة تحضيرها كل حدا شكل، يعني في ناس بتخلطها مع عصائر، في ناس بتطبخها بتكون مطبوخة بتتناولها، والطريقة اللي منتشرة أكثر والأحدث يعني زي ما بيقولوا مع تطور العلوم إن هم بيبخروها وبيجففوها وبيعملوها داخل كبسولات بتتناول عن طريق كبسولة يعني بلع مع مي. هلا المشيمة ضارة جدا، وتناولها يعني بينقل هذا الضرر للطفل عن طريق الحليب، لأنه هي بهاي الطريقة بهاي التحضير ما بتتخلص من كل البكتيريا الموجودة فيها، إيش ما كانت طريقة التحضير حديثة وإيش ما كانت علمية. في نوع من البكتيريا بيوصل لهذا الطفل وممكن يؤدي عنده لأمراض وتنتقل العدوى. فيها عناصر مثل الزرنيخ والرصاص والزئبق، هذه عناصر لو وصلت في جسم الإنسان لمستوى معين ممكن تؤدي لأمراض. فهي عادة خاطئة ولا ينصح بها، وأصلا لو إجينا نأصل كمان شرعيا غير طبيا فهي أصلا محرمة شرعيا. طيب دكتورة، ما هو علاج إذن هذا النوع من الاكتئاب؟ العلاجات نوعين حسب الحالة. إذا إحنا بدنا نحكي عن الحالة اللي بتمتد لمدة أسبوعين اللي هو البيبي بلوز، فهي بالممارسات اليومية نعرف إنه الأم ما بتنام بشكل كافي لأنه نوم الطفل غير منتظم، فإحنا بدنا نحاول إنه هي تحاول تلاقي إلها 8 ساعات يوميا من النوم، لأنه الراحة تساعد على رفع هرمونات ورفع مستوى الهرمونات واستقرارها. الغذاء الصحي المتوازن أصلا من الأعراض اللي عند الأم بتكون فقدان الشهية، فإحنا بننصحها إن هي تقسم الأكل لوجبات قليلة ومتقطعة وتكون غنية بالألياف والخضروات والفواكه حتى ترفع نسبة الفيتامينز والمعادن في جسمها. ضروري جدا يكون في عنا خبز وحبوب كاملة، كربوهيدرات كتير ضروري. وإذا كانت الأم بتحس إنه مثلا نوع شوكولاتة معين هي بتحبه بيحسن مزاجها، ما في مشكلة لو أخذت من قطعة لقطعتين باليوم. ممارسة الرياضة المنتظمة البسيطة زي المشي في المنزل ممكن إن هي تساعد في حل هذه المشكلة وتحسينها وتحسين الدورة الدموية. التعرض لأشعة الشمس، فيتامين د، أكدت الدراسات عليه إنه هو بيساعد على تحسين الدورة الدموية وتحسين المزاج. إذا ما زبطت هاي الأمور كلياتها منلجأ للطبيب، هذا إذا كانت عنا الحالة بتستعصي أو بتزيد سوء. في نقطة كتير مهمة وكتير ضرورية، مساعدة الأم في هاي المرحلة. فكرة إني أنا أشارك اللي حوالي بهذه الفكرة بهذا العبء اللي علي، حدا متفهم، زوجي، صديقتي، أمي، أو ممكن في مراكز الطفولة الأمومة والطفولة بيعملوا زي جمعات أو لقاءات للأمهات الحوامل والمرضعات أو الحديثية اللي بيولدوا جديد. فكرة إنك أنت تشاركي المرحلة مع حدا وإنك تحسي إنه في غيرك ممكن يتعرض بتحتاج لمساعدة بخفف من هذا. نعم، في مجتمعاتنا العربية دكتورة رجاء يعني دائما الأم موجودة، ممكن الحماة موجودة، كثير من السيدات بيكونوا بجانب السيدة يعني اللي عندها طفل حديث الولادة حتى يساعدوها ويدعموها نفسيا. ممكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، يعني هذه الفئة من السيدات اللي بتتعرض لاكتئاب النفاس أو اكتئاب ما بعد الولادة، هل هن معرضات لممكن الاكتئاب أو موجات من الاكتئاب بعد انتهاء اكتئاب ما بعد الولادة؟ وارد. هلا إذا هي فترة الأسبوعين هذه
يعني قليل جدا انها تتعرض لموجه ثانيه، لكن اللي بتطول لمده 6 أشهر ممكن، وممكن كمان ترجع لمرحله ثانيه بعد انتهاء فتره الولاده، مثلا خلينا نقول ب6 شهور لما يبدا البيبي يسنن، يبدا يمشي، يكون في غير نمط حياته، انه هو مزعج، انه هو بينعمش، الارهاق وقله النوم والضغط النفسي على الام اكيد وسبب رئيسي انه هو يغير مستويات الهرمونات عندها، فهذا الشيء ممكن يرجع موجه الاكتئاب مره اخرى. نعم. وما بننسى احنا كمان انه في اكتئاب الحوامل، في منهم هو اصلا سببه جيني، فهي اذا تسبب لها بالحمل ممكن مره ثانيه انها تتعرض لهذا النوع من الاكتئاب. تماما، يعني ربما دكتوره اكثر حاجه ما تكون محتاج لها الام بعد الولاده وقوف اهلها وزوجها إلى جانب، أحيانًا يفكروا أنها بتتدلع مثلًا عليهم، فحابين نسمع منك نصيحة أخيرة في ختام هذه الفقرة حول هذا الموضوع، وكيف يمكن للأهل أيضًا مساعدة الأم في الخروج من هذه الحالة. نصيحتي لكل الأزواج إنه بالشهور الأخيرة ما في مشكلة لو أخذت الأم أو المرأة زوجها عند الطبيب، طبيب النسائية يحضرهم لهذه المرحلة. الكونسلنج كتير مهم، إنه أنا أحضر هذه العيلة للجولة الجديدة اللي هم بدهم يطلعوا فيه، تهيئة الأم إنه هي ما رح تفقد وزنها، ما رح ترجع تلبس نفس الأواعي اللي كانت تلبسها قبل الحمل، هي رح ترجع تلبس أواعي مثلا الشهر الخامس، فهي إنه تتقبل شكلها، لأنهم بفكروا إنه هي لحظة سحرية، هي ولدت فهي خلص هلا رح ترجع زي ما كانت قبل. نهيئها انه فترات النوم راح تكون قصيره، ما في مشكله لو طلبت من زوجها او امها او اللي حواليها يحضروا لها الاكل بهاي المرحله، لانه هي ما راح يكون معها وقت انها تقوم باعداد الطعام، في اشياء كثير من الواجبات البيتيه هي راح تقل بهاي المرحله، في اعداد الاسره لهاي المرحله مهم جدا. وفكره انه الزوج ممكن يتعرض للاكتئاب ما بعد الولاده فهي وارده، هو شريك للمرأة بهاي المرحلة، وكمان تحضيره لهاي المرحلة كمان مهم. نعم، هي مرحلة يعني صعبة وحساسة وتحتاج الدعم والتشاركية أيضا في المجهود لرعاية الطفل ورعاية أيضا أم الطفل. كل الشكر لك الدكتورة الصيدلانية رجاء كحلوت على تواجدك معنا، يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا فيكم. شكرا جزيلا لك دكتورة. نعم، لازم التهيئة النفسية قبل الولادة للمرأة الحامل وأيضا لزوجها حتى يكونوا مستعدين. في كثير أكيد من الأزواج بيكونوا يعني مقبلين على مرحلة إنجاب طفل جديد، ولكن ما بيعرفوا شيء عن كل ممكن المسؤوليات والالتزامات التي ستكون ملقاة على كاهلهم، يعني السهر، هذه يمكن أهم نقطة، بعض المشاكل، صحيح، الخوف أحيانا الأم نفسها بتخاف تحمل ابنها، فمحتاجة مساعدة. فالله يعين السيدات اللي ممكن بنجيبوا بعيد عن أهاليهم، بيكونوا في دول الاغتراب، بتكون صحيح هذه التجربة يعني وصعوبات مضاعفة عليهم أكثر من ممكن السيدات اللي حوالين أهاليهم، حوالين صديقاتهم، حوالين أقاربهم أيضا. نعم، الأب بيكون أب مش بس أب بالاسم في البطاقة، بتكون أب أنك بتحمل المسؤولية مع الأم أيضا في رعاية أبنائك. أكيد ممكن تخرج آخر الليل تدور حليب عادي جدا، تخرج تدور حفاضات عادي جدا، وارد يرتفع الطفل الحمى مثلا، هذه حاجات كلها لازم نكون متأقلمين ومتهيئين أن احنا حنتعب وحنبذل مجهود على الأقل في الشهور الأولى، والأم محتاجة حد يوقف جنبها لأنها أصلا خارجة من عملية أو خارجة حتى من ولادة، بيكون الموضوع صحيح متعب لها نفسيا جدا، حتى جسديا بيكون أكيد متعب لها. ويعطيكم ألف عافية، ويا رب تكونوا استفدتوا معنا مع الدكتورة رجاء إن شاء الله، وتكونوا أخذتوا كل المعلومات بمحمل الجدية.